مطنبره. الصوابع كان اسمها ايه؟ كمبلي. الحته راسها كان اسمها ايه؟ مول. ولما تفتح يبقى اسمها ايه؟ اسمه. شايف الجزء اللي جوه المول؟ حفاك اسمه ايه؟ انترا ميورال بارت. كان خدناه في فالوبيان تيوب، واول حاجه خدناها كانت فالوبيان تيوب. وكانت اهميتها باختصار حاجتين. رقم واحد ايه؟ فنتلايزيشن. رقم اثنين تيجي بالحته دي تقفل الطريق. كونستراكت تقفله على مين؟ على المايكرو اورجانيزم. تاني حاجه خدناها كان ده اسمه يوترس. وقلنا ثلاث اجزاء. جزء عامل زي الدم، عامل زي القبه، اسمه فندس. والمنبر عامل زي المثلث تقريبا، اسمه بطن. وعنق الرحم اهو اسمه السيرفكس. ناخد النهارده اليوترين سيرفكس. انت كان بيحصل ايه؟ يوتراين سيرفكس سؤال نظري. اول صف اكتب جنبي ديفينيشن. ايه تعريفه؟ هو اللور بارت اوف ذا يوترس. حد رد عليا، ما من الابر؟ اتفضل. من الميدل؟ الجزء هو ايه؟ اللور. قلت دي عامله زي ايه؟ دم. ودي ايه؟ مثلث. امال دي ايه؟ سلندريكال، شبه الاسطوانه اهي. يبقى اصبح التعريف لور سلندريكال بارت اوف ذا يوترس. بروجكت يعني بارز في الفاجينا. اهو حته منه بارزه ظاهره من الفاجينا. بيلو هذه الاوبننج، كلكم عارفينها من الاناتومي، اسمها انترنال ايه؟ انترنال اوس. يبقى بيلو ذا انترنال اوس. ده كده التعريف. لور سلندريكال بارت اوف ذا يوترس بروجكت ان ذا فاجينا، يعني في حته منه نازله في الفاجينا بيلو ذا انترنال اوس. نيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها الميكوزا. الميكوزا عباره عن طبقتين. الطبقه الاولى تبقى ايه؟ الاكسيليوم. اللي تحتيها لامنا بروبي. بصوا هي كانت الاكسيليوم. الاكسيليوم اللي هنا اللي جوه اللي في الانترنال بار اللي في الكنال شبه اليوترس. يبقى سمبل كولامبر بس بيفرز الميوكس. مش فيه سيليا خالص. طب مال الجزء ده بقى؟ اللي هو بعد الاكسترنال اوس اللي كانت الحته دي. اللي ناحيه مين؟ ناحيه الفاجينا. يبقى زيه زي الفاجينا. يبقى ستراتيفايد سكويموس الاكسيليوم. عايزين نقدر نتكلم عن الاكسيليوم بقى يا جماعه. الاكسيليوم اللي في السكين نوعه ايه؟ ستراتيفايد. دخلنا بقى اهو اصبح ايه؟ ستراتيفايد سكويموس نون كاتنايزر. لسه البروسوكس في الاكل خالص. برضه البروسوكس ايه؟ دخلنا على الاستومك، على السمول انتستن، على اللارج انتستن، سمبل كولامبا. رجعنا في لينا الكنال صفات سكويمز. نفس الفكر هنا، انت هنا في الفاجينا قريب من الاوتسايد. لازم يكون ايه؟ استراتيفايد سكويمز نون كراتينايز. نفس الاكسيليم بتاع الماوس. بدانا ندخل جوه نتحول لايه؟ سمبل كولامبا، سمبل كولامبا، سمبل كولامبا. هنا كانسليتد وسكريتوري. هنا كانسليتد وسكريتوري، بس السكريتوري اكتر. هنا كله ايه؟ سكريتوري. نعمل ايه بالسيليا هنا؟ تمام؟ والجزء ده جوه ده بنسميه على فكره اندو سيرفكس. اكتب عليه كده. اندو سيرفكس يعني الانترنال بارت اوف ذا سيرفكس. لكن اللي بره دي اهو اللي ناحيه الفاجينا اكيد هنسميها ايه؟ اكتو سيرفكس. على رسمة على الحتة اللي عندك في الكلام النظري. الابيثيليوم رقم واحد ميوكس سكريتنج سيمبل كولامنر سيل في الانترنال بارت. يعني انترنال يعني جوه السيرفكس لان فيها تجويف. لكن في منها حتة بارزة ناحية الفاجينا اهي اسمها اكسترنال بارت. يبقى رقم اثنين استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم في الاكسترنال بارت اللي هو بروجيكت ناحية الفاجينا بنسميه اكتو سيرفكس. واضح كده الابيثيليوم مهم في الام سي كيو في الشفا. فهمت؟ الامثله اللي احنا اي حد يقول لي تاني. سمبل كولامنر سيليتد وسكريتوري. هنا سمبل كولامنر سيليتد وسكريتوري. هنا سمبل كولامنر بس سكريتوري بس. بيفرز الميوكس.
عشان يعمل دوبليكيشن. وهنا ميوكس سكريتنج سيمبل بلامر سيلم في الانترنال بارت. في الاكسترنال بارت هو ناحيه الفاجاينا هيبقى ايه؟ استاتوفاتسكومس نانتراتنازيك سيلم. الناس فاهمها؟ تمام. اجي في الجزء ده كده ابدا اطلع جلاند. بس جلاند عامله كده. اكستنسفلي برانشد. ولامنا بروبريا لوز كونكتيف تيشو قدام الميوكس سيرفايكال جلاند. هنا اسمها سيرفايكال، هنا اسمها نيتراين. امال هنا الجلاند اسمها ايه؟ مفيش جلاند يا جماعه، الفاليريا دي ما فيهاش جلاند. انا قلت يوم ينفيس السيرف سيريا ازاي؟ بالفولس اهي. هنا اه في جلاند، بس الجلاند اخبارها ايه؟ كانت اكستنسيف ديبريشن. اشمعنى؟ خلي اليوترس كبير، البادي حوالي 4-8 سم. لكن دي اخرها 2 سم، فلازم تكون ايه؟ اكستنسفلي برانش، تكتب عليها انكيس سيرفيس اريا. ذا ميوكس سيرفايكال جلاند. الناس يا جماعه اللي هو يعني اللي لسه معانا يعني لسه جداد يعني، الكلام انا بزوده مش مهم في نظري خالص. يعني بزود كلام عشان يثبت المعلومه. الخلاف مطلوب للطالب مكتوب في الكتاب بالنص. بس انا بقول ليه في السيرفكس اريا؟ عشان تفتكر ان السيرفكس ايه؟ قصير اخره 2 3 سم. فعايز يطلع كميه ميوكس كتير، هعمل ايه في الجلاند؟ اكستنسف ليبرانشد. اليوترس كبير مش محتاج اكستنسف ليبرانشد دي، ريرلي برانشد. الفالوبيان تيوب ما فيهاش جلاند. وليه ما فيهاش جلاند يا جماعه؟ عشان الخلايا هتغذي مين؟ هتغذي الاوفر اللي هي خليه واحده، او هتغذي الزايجوت اللي هو خليه خليتين. لكن اليوترس هيغذي مين؟ الامبريو. لحد ما يتزرع محتاجين جلاند كتير عشان الجلاند اهو. جينا هنا هنعرف دلوقتي ايه اهميه الميوكس. الميوكس ليها اهميه جامده جدا في السيرفكس. دي بعد كده حاجه اسمها السيرفايكال وول اللي هو البقيه يعني اللي هو الجزء ده. اسمه السيرفايكال وول. الغريب بقى ان هو فيو سموس ماسل فايبرز. المصل قليله. ما ميل كتير. الكونكتيف تيشو بتاعت ايده. فاكرين بتاعت ايده تيشو؟ فايبرز وسيلف كراون اهم حاجه عند الفايبرز. واللاجينس فايبرز بتمثل 85% ميكسد ويز الاستيك فايبرز. وهنا كل التشكيله دي دلوقتي. السيرفكس مش فيه مصر مش زي اليوترس. يبقى السيرفكس مش هيعمل ليبر، مش هيعمل بوش، مش هيزق الرد عشان ينزل. هيعمل موضوع ثاني خالص. يبقى السيرفكس فيو سموس ماسل فايبرز. امال دي اللي بتتكون من ايه؟ من كونكتيف تيشو اللي هم كولاجين فايبرز ميكسد ويز نيومرس الاستيك فايبرز. نيجي بقى على حاجه اسمها السيرفايكال كاركترستكس. اكتبوا عليها مهمه جدا جدا جدا. هتتسالوا فيها الشفوي والام سي كيو والفريزن وكل حاجه. النقطه الاولى هي الميكوزا بتاعت السيرفكس اسمها اندوميتريوم؟ لا، يبقى مش ينفع يتسرع فيها حاجه ولا هتتخن ولا هتقع ولا هيحصل اي حاجه خالص. اهو اتس ميكوزا دازنت اندر جو ريماركبل تشينجز. مفيش فيها تغيرات ملحوظه، مش هنلاحظ بها اي تغيرات. وبالتالي doesn't disquamate. disquamate يعني شد. شد مش هتقع يعني. مش هتتخن فين يا جماعه؟ تبوس هنا ضيق. هنا تبوس واسع اهو، تتخن براحتها وتقع براحتها ويتزرع فيها. هنا ده ما ينفعش يتزرع. ده خلاص ده لو ازاي بتوصل هنا كده هيحصل له حاجه اسمها ابورشن. هو تسقط في السنان. يقع. ما ينفعش يتزرع. معايا يا جماعه؟ بقول جمله تاني. It's because it doesn't undergo remarkable changes. وبالتالي doesn't excrete. النقطة الثانية بقى دي فيها جلاند عشان تطلع سكريشن. يقول لك ايه فريزون؟ نوع السكريشن بيختلف حسب الاوفيريان سايكل اللي هي اللي هنا دي. غريبة قوي. ازاي؟ قال لك عند الاوفيوليشن هتبقى السكريشن ووتري. مية ليه؟ عشان تسهل دخول مين؟ السبيرم. طبعا ده رقم اثنين. از اوفيوليشن السكريشن هتبقى ووتري. اللاو بنتريشن باسنج زي ما تحب تقولها اوف ذا سبيرم. طب بعد ما الاوفيوليشن يحصل دي مرحله يا جماعه اسمها اليوتيم. عارفين يعني اليوتيم؟ يعني مسؤول عنها القرص اليوتيم. وحتى لو كملنا وحصل حمل حصل بريجنسي. يعني الكلمه دي كلها ما بعد الاوفيوليشن. هرمون اسمه بروجسترون هيخلي هذه السكريشن فيسكس. فيسكس يعني ايه؟ لزجه. تعمل ايه في السيرفكس؟ تقفله. تمنع نور مين؟ السبيرم والبكتيريا. تاني مره اتكلم عن البكتيريا واخلي بالك.
اتكلمت عنها مره هنا ودلوقتي اتكلم عنها مره في السيرفكس. رقم 3 ات ذا لوتيال فيز او في البريجنسي او اي تايم غير الاوفيليشن هرمون اسمه بروجسترون هيخلي السكريشن ايه تاني؟ فيسكاس عشان تقفل مرور السبيرم. وانا عايز السبيرم يعدي ليه؟ هو السبيرم مطلوب منه يعدي اثناء الاوفيليشن. خلاص مفيش اوفيليشن ما يعديش. ولو في بريجنسي ما يعديش برضه. هو فينا بريجنسي والسبيرم معدي ما ينفعش. فلازم امنع مرور السبيرم. واي بكتيريا ممكن تعدي. مفهوم كده؟ رقم 4 شفت الجمله؟ بيفور ديليفري. كلمه ديليفري يعني ليفر قبل الولاده. السيرفكس ده هيبقى سوفت. اشمعنى؟ عارفين اللي فوق دي؟ كل شويه بتضغط. مين بتضغط في السيرفكس؟ راس العين. الراس دي ممكن يحصلها انجري. فعشان تخبط تخبط حاجه عامله زي السفنجه. كل ما تخبط الخبطه دي ايه؟ تنزل كده. فيها ايه؟ هترجع تاني. وهكذا. ده كله اثناء الليبر. في حاجه تانيه اهم. الكلام دي ضيقه. سنتي. فيها كولاجين فايبرز عامله كده. يبدا مواد تترسب ما بين الكولاجين فايبرز تزقهم. في الاخر يحصل ايه للسيرفكس؟ دايليتد. من غير ما ندخل في كلمه مصر. حاجه متخيلها؟ كولاجين فايبرز عامله كده اهو. بيترسب ما بينهم مواد عن طريق هرمون اسمه ريلاكسين. كل شويه الكولاجين بتسيب بعضها. دي عمليه اسمها كولاجينوليسيس. هتخلي السيرفكس يفتح. هتسمعوا كده يقول لك عنق الرحم فتح. ساعتها الست ايه؟ تولد. فين يا جماعه العنق الرحم ده مقفول؟ دكتور القيصري ما احنا بنفتح من فوق يعني. ما ينفعش خالص تولد عن طريق عنق الرحم لان عنق الرحم ايه؟ مقفول. يبقى رقم 4 مكتوب ايه؟ بيفور دليفري. قبل ما الست تولد السيرفكس هيحصل له ايه؟ سوفت اند ديفريزو. ساعتها بقى لو قلت لي ريلاكسيشن اوف ذا ماسل ما فيهاش ماسل اصلا. ديو تو ايه؟ انتنس. يعني ايه انتنس؟ ماركت. يعني ايه ماركت؟ يعني هو وسعه قد ايه في النورمال؟ سنتي. عارفين هيوصل كام؟ 10 سنتي. عشان كده بنسميه انتنس كولاجينوليسيس انديوست باي هرمون اسمه ريلاكسين. سيرفايكال كاركترستيك مهمه جدا يا شباب. يجي لك ريزون في السيل فيها واضح ان هي مهمه. اول صفه انساها ان البيكوزا مش اسمها انتروبيتري. انا يهمني 2 و3 و4. 2 و3 يجي لك ريزون. السكريشن بتاع السيرفكس بيتغير حسب الاوفيريان سايكل. حسب الستيت هتقولوا ليه؟ في الاوفيوليشن هيبقى ايه؟ ووتر يسهل دخول السبيرم. اي وقت تاني في اليوتيرا او في البريجنس هيبقى فيسكس اندر ذا افكت اوف هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون عشان يمنع دخول السبيرم والمايكرو اورجانيزم. بيفور ديليفر ايه اللي هيحصل؟ يبقى سوفت عامل زي السفنجه اند دايليتد. ليه دايليتد؟ عشان الكولاجينوليسيس. كولاجينوليسيس معناها تفكك الكولاجين. الكولاجين بيتفك. نقرا كده حاجه اسمها منسترال سايكل. نكتب برضه عليها سؤال ريتم. كله منسترال سايكل. نقلب كده الصفحه كده هنلاقي في رسمه انتوا شايفينها في الفسيولوجي. خالص الرسمه دي يا جماعه ايه؟ اهي هما رسمتين على فكره. الرسمه دي هما مكتوب جنبها ايه؟ اوفيريان سايكل. اهو اوفيريان سايكل يعني ما يحدث في الاوفري يقابله يوتراين سايكل. يعني ما يحدث فين؟ في اليوترس. اكتب على اللي تحت منسترال سايكل. خلينا يا جماعه في الرسم. انسى كلام مصر دلوقتي. انا هقول كلام حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده. الكلام ده مكتوب بتفصيل في الفسيولوجي. انا بس هكرره بس تاني. هو عندنا بالظبط في كل الصفحه. هقول تاني اللي فوق دي اسمها ايه؟ اوفيريان سايكل. واللي تحت يوتراين سايكل. يوتراين سايكل دي بيحصل في الايه؟ في اليوترس. اسمها تاني منسترال سايكل. الهايبوثالاموس الكلام ده فين يا معلم؟ بيفرز هرمون. مش بتكتب؟ هفكر اسمه. اسمه ايه؟ جي ان ار اتش جونادو تروفين ريليزنج هرمون. حد يعرف يروح فين؟ عند الجلوتري. عشان تفرز ايه؟ اف اس اتش. الاف اس اتش يروح فين؟ على الاوفري. يلاقي جوه الاوفري حاجه
حاجه اسمها فوليكلز. ليه تاني؟ كلمة فوليكلز يا جماعه يعني البويضه اللي اسمها اوفم او اسمها اوفايت، دي هنعتبرها الاميره، يكون حواليها تاج، حتى اسمه ايه؟ كورونا بجد، وحواليه شويه وصفات، حاجه اسمها جرانيولوزا، وحرس برضه عشان يحميها اسمه سيكا. ده كله عباره عن سنين فوليكلز. فهمنا؟ يبقى الاوفر ما ينفعش تاخد الاميره لوحدها كده، تخليها ضعيفه جدا، فيها واحد هنا واحد سي، يعني ممكن مش هتقدر تغذي نفسها. راجع الاوسايت وحطها حواليها تاج اسمه ايه؟ كورونا رادياتا، ووصفات يخدموها الجرانيولوزا سيل، وحرس يحموها فيكا، على بعضها اسمها ايه؟ فوليكلز. يبدا الهرمون ده يكبرها من حاجه اسمها بريمورديال، لو سمعتوها قبل كده، لحاجه اسمها برايمري، لحاجه اسمها سكندري، تفضل تكبر تكبر لحد ما تيجي لون 14، تبقى كبيره جدا جدا جدا. شاف عالم اسمه جراف فسموها ماتيور جريفيان فوليكل. فاهمين لحد كده؟ وفي خلاف ما بين الناس كلها، الاف اس اتش بيكبر كام فوليكلز؟ اللي يقول 6، اللي يقول 10، اللي يقول 20، اللي يقول 100، براحته. بس في الاخر انا عايز كام ماتيور جريفيان فوليكلز؟ واحد. هتعرف ليه؟ مش واحد ولا لا، قول لي واحدة. مش عايز ليه كتير؟ انت عايز واحدة؟ ما تقول لي واحدة كبار، يلا وتوكل على الله. ليه كتير؟ أول سبب يا جماعة، أنا عايزهم هما بيكبروا بيفرزوا هرمون اسمه إيه؟ استروجين. عايز يكون بكمية كبيرة عشان يعمل إيه في اليوترس؟ يكبروا. فلو قلت لواحدة بس كبري هتطلع كمية استروجين قليلة عشان تكبر اليوترس. رقم اتنين، في حاجة اسمها كومبيتيشن، هي المنافسة. انتوا كلكم كده اسمكم اوفيريان فوليكلز، كلكم خلي بالكم، اللي هيكبر فيكم هيفتح الباب هيطلع منه هيقفله، مش هيفتح اللي بعد قد ايه؟ شهرين. انا في اوفر تاني تخيلين بالتناول، واللي بيطلع خلاص كده خلص هيكمل ويعمل حاجه اسمها اوفريشن، يطلع منه اوفر. يعني اقول لكم ايه مثلا؟ لو انا عندي طالب واحد مثلا يجي ياخد حصه، مش ممكن ما يجيش، كده ضعف الحصه. لكن انتوا كتير الحمد لله، لو هو غاب ايه المشكله في كده يعني؟ افرض انت جيت تكبر فوليكلز وطلع فيها مشكله وماتت في اليوم ال 12. كده ان شاء الله ما فيش ايه؟ اوفم طالعه. وانا ليه اعتمد على واحد؟ معتمد على كتير. والشاطر اللي يسمع. وعلى فكره يا جماعه، اول ما الباب بيتقفل في ناس بيحصل لها احباط وتموت. دي اسمها اتريزيا. بتعرف الفسيولوجي؟ اللي هو الضمور. مش يستحملوا الصدمه. الباب اتقفل في وشهم. في ناس ثانيه واقفه جنب الباب. يجي لها الاف اس اتش في الدوره الجايه، تبدا تكبر وتكون قريبه قوي من الباب، فتكبر بكتير قوي، فتبدا تطلع. فهمتوا الفكره؟ هو الاف اس اتش مش هيقدر يكبرها مره واحده 14 يوم. فهو كل دوره بيكبر عدد. في واحده بتكبر بس تبقى ماتيور جريفيان فوليكل. وفي ناس بتضمر يبقى اسمها اتريزيا، والباقي مستني الاف اس اتش الدوره الجايه. يبدا يكبر وهكذا. اتفهمت ولا ايه؟ بتطلع استروجين بيعمل ايه؟ بيعمل بناء في الاندومتري. جينا في اليوم 14 الاستروجين كان عالي قوي، اكيد هيسيبه ايه؟ بالغرور هيعمل انهبيشن على مين؟ الاف اس اتش اللي طلعه، بقول له مش عاجبني الاف اس اتش، فالجينرال اتش يقوم يطلع له هرمون جديد اللي يعمل ايه؟ يخلي دي تفرقع وتطلع الاوفر، والبقايا اسميها ايه؟ برافو، كوربس ديوتيوم. الجسم الاصفر لانه مليان ليبيد، فيه دهون، هيفرز كميه اكبر من دي، هيفرز استروجين بالاضافه الى هرمون احمي من الاستروجين اسمه بروجسترون. لنفس القصه، هيقول لي ال اتش مش عايزينك، نيجاتيف فيدباك. الكوربس اللي يتكون ده للايف سبان، عمر افتراضي، متضربك من 10 ل 12 يوم. هو اتكون في اليوم الكام؟ هيجوا على اليوم ال 26 ال 27 ال 28 يموت وما يبقاش فيه ليبيد، يبقى اسمه كوربس ايه؟ قلب كانس. الا اذا جات له رساله، ايه رايكم؟ جات له رساله من فين؟ من مين؟ من هنا، من اليوترس، يقول له الساكن وصل، يطلع هرمون اسمه اتش سي جي، هو ال ال اتش، يحافظ على الكوربس ديوتيام عايش لمدة 6 شهور لحد ما يتأكد تماما ان البلاسينتا اتكونت واصبحت ماتيور وقادرا هيطلع استروجين
بتفهم كده ولا ايه؟ والله هيبص لها مستحيل على الرساله ازاي؟ هو عارف ان حصل حمل ولا ما حصلش؟ ولا البيتيوتري ولا الاوفري؟ مين الوحيد اللي يعرف؟ يوتروس. اول ما الزيجوت يزرع نفسه اول حاجه يعملها يتصل بسرعه على الاوفري ويقول له انا بعت لك رساله ايه؟ اتش سي جي، ده جماعه بنسميه هرمون الحمل، ده اللي بنفحصه في اليورين. يعني ازاي الست بتاعت ان هي حامل بتحط الشريط في البول، البول الشريط اتغير لونه تلون يعني ادى بوزيتيف يبقى ست حامل. ما تلونش ما تغيرش يبقى الست مش حامل. ده اسم هرمون دي اسمه اتش سي جي. الكلام ده هرمون كتير قوي في الكتاب. بس متنظف في اكتر من حته. بس تكتب التفصيل فين؟ خلصنا. البروجستيرون بيعمل ايه؟ الاندومتريوم بيعمل مش هيبني بس، هيبدا يعمل ايه بقى؟ سكريشنز مرسوم عندك على فكره. في عندك جلاند كده مليانه سكريشن. وفي ارتري شبه السوسته. حد فاكره؟ اهو سبايرال. يبدا يرجعه تاني. اللي فوق دي اللي بيحصل في الاوفري، اللي تحت بيحصل في اليوترس، الاول في بناء ده اللي وقع بنسميها بروليفيريتيف. بدل ما نعمل سكريشن في الجلد نسميها ايه؟ سكريتوري. لو ما حصلش حمل فالجزء اللي اتبنى جه في اليوم 28 بدا ايه؟ يقع. ده بنرسمه هنا في الاول اهو الحته دي كده بنسميها منسترول فيز. هتفهمها ولا ايه؟ دلوقتي ما احنا بنعد على مين؟ على الاوفر. ما بعدش على اليوترس. يعني اليوم اللي بينزل فيه الدم البليدنج ده اول يوم في السايكل. مش اخر يوم. اهو ده اول يوم في السايكل. يعني انت بتبدا بالمنسترول فيز ده المفروض يعني اللي هو من 3 ل 7 ايام في الدوره. بعد كده نبقى في اليوم الثامن وهكذا لحد اليوم هنا كده 14 ثم اليوم 28. فهمت ولا ايه؟ نرى مكتوب في الكتاب. منسترول فيز، منسترول سايكل. لو قلت قوسين تراين سايكل. طبعا هو سامي حسن مش هيجيلك سؤال شو بيقول طبعا وهيجيلك نوم فيز بس الديفينيشن الاربع نقط اللي عندي كتير جنبهم ديفينيشن ده يا جماعه احلى ديفينيشن مكتوب للمنسترول سايكل ده ديفينيشن كامل مش ناقص ولا جمله اقرا معايا كده منسترول سايكل مكتوب عندك التعريف ايه؟ سايكليك شايف عندك؟ ستراكشرال تشينجز انا بتكلم يا جماعه تحت كلمه منسترول سايكل صفحه 145 باراجراف ده كله بتبقى التعريف منستر وال سايكل سايكل يعني سايكليك ستراكشرال تشينجز بتحصل فين؟ في الاندومتريوم بسبب ايه؟ تغيرات في الاوفيريان هرمون بعد البيوبرتي نقول التعريف زي ما مكتوب عندك مفيش مشكله مكتوب عندك بدري ايه؟ اهو يا جماعه التعريف اهو يا جماعه بعد البيوبرتي افتر بيوبرتي هتحصل تغيرات دوريه سايكليك ستراكشرال تشينجز هتحصل فين؟ في الاندوميتريوم سببها ايه؟ تغيرات في الاوفيريان هرمون استروجين وبروجستيرون تمام؟ بتبدا عند سن كام؟ من 12 ل 15 ممكن تكتب عليها مناركي حتى برضه ولا مناركي هو بدايه الايه؟ الاستروجين لحد سن من 45 ل 50 بنسميها ايه؟ مينوبوز مدتها فاريبل بتختلف من فيميل لفيميل حتى في نفس الفيميل ممكن تختلف بس الافرج بتاعها 28 يوم من المناركي للمنبوز ذا فيرتيليتي از كونتينوس يعني كلمه فيرتيليتي اكتب عليها كانديد بريجننت يعني الست ممكن تحمل في هذه الفتره من اول ما المناركي يبدا لحد ما المنبوز ينتهي بعد المنبوز ما ينفعش تحمل يا جماعه حد يعرف نسيت تدخل في المبوز هو الفكره خلص خلص كل شهر بيطلع شويه فولكلز خلصت خلاص تدخل في المبوز ما عندهاش ستيم سيل زي الميل الميل في ستيم سيلز لو تفتكروا عشان اسمها سبرماتوجونيا تبقى موجوده لحد بعد الجوبرتي اما الفيميل العدد الفولكلز ده ثابت من اول ما ولدت لما الفولكلز بتخلص تدخل في المبوز لكن السكشوال اكتيفيتي ما لهاش علاقه بالمبوز سهل كده التعريف تعريف المنسترول سايكل افتر بيوبرتي نقول تاني سايكل ستراكشرال تشينجز بتحصل في الاندوميتريوم بسبب تشينجز في الاوفيريان هرمون مدتها فاريبل الافرج 28 يوم
بتبدا عند سن من 12 ل 15 بنسميها مينركين، تنتهي من 45 ل 50 سنه بنسميها المينوبوز. في الفتره دي الفيرتيليتي از بيرميتد، سيكشوال اكتيفيتي ما لهاش علاقه. ثلاث مراحل، اول مرحله اسمها ايه؟ البروليفر يعني بناء، فاكر ممكن نسميها استروجينيك، ممكن نسميها ايه كمان؟ ثلاث اسماء هنا. ده في نفس النظم ما ده جات الامتحان اتكلم عن البروليفر اكتب نظر اكتب نظر. بص معايا اي فيز ممكن نعملها هايبرز. ايه اللي بيتكلم بيتكلم ايه يعني في ايه؟ بقول له اكتب نظر مش راضي يكتب يرضيك كده. كل مره هتقول لي الديوريشن بعد كده تقول لي الهرمون المسؤول عنها بعد كده تقول لي السيكنس بعد كده تقول لي الشينجز. شوف اي مكان تحط جنب كده الصفحه يعني دايما كل فيز تبقى تحط مكان اربع معلومات. الديوريشن بتاعتها كام؟ الهرمون اللي بيتحكم فيها سيكنس، سيكنس يعني سوق مين؟ الاندومتريا. وايه التغيرات اللي حصلت فيها؟ يلا اول واحده هو هيعتبرها عشان يسهل الارقام بتبدا من اليوم الرابع. تنتهي في اليوم الكام؟ يبقى كده موجوده في اليوم 10 سنين. سهله كده؟ بس معايا اهو عشان يسهل الارقام بس. It's the duration about 10 days من الرابع لل 14. حد يقول لي الهرمون بس معناه ايه؟ اسم الجنس طالع منين؟ من الفوليكلز. من اي خليه في الفوليكلز؟ جرانيولوز. برافو جرانيولوز. بص هو كده عامل الكلام بالعربي يعني ايه؟ كوانسايد ويز. يعني كوانسايد تتزامن ماشيه يعني فو ممكن الكمبني كونسيد كوانسايد مش عايزينها خالص. رابيد جروث اوف فوليكلز يبقى خط تحت كلمه فوليكلز. تكبر من البرايمري تبقى سكندري وتبدا يبقى فيها خلايا اسمها جرانيولوزا تطلع ايه؟ استروجين. فانا عايز اسالك كلمات يا جماعه في البراجراف ده. تاني اسم الهرمون ايه؟ استروجين. مين مطلعه؟ الفوليكلز. اسم الخليه ايه؟ جرانيولوزا. سهل كده ولا صعب؟ انا عايز اسالك حاجه. النقطه الثالثه ايه؟ حد يوصل لها نص عصفوره؟ سيكنس. بص معايا على السبوره. الأرقام دي مهمة. البداية نص ملي. اشمعنى؟ لأن هو وقع في المنستر والفيز. يوصل هنا في اليوم 14 من 2 ل 3 ملي. مكتوب عندك مرتين خلي بالك. مكتوب عندك في النقطة الثانية. يدري الميكوزا آت ذا ستارت. يعني في اليوم الرابع هتبقى قد إيه؟ نص ملي. لاتيفلي سن اشمعنى؟ لما حصل له شد المنستر والفيز. في النقطة رقم 5 في نهاية الفيز at the end هيبقى كام؟ 2 ل 3. معايا يا جماعة؟ اكتب اسلوب الكتابة مفيش مشكلة في الآخر. بس أنت في الآخر بعد ما تجاوب السؤال اتأكد إن أنت كاتب الأيتيمز دي. الدوشة كام يوم تاني؟ 10. الهرمون استروجين طلع من الفوليكل طلع من خلايا اسمها جرانولوزا سيل. السيكنس في الأول كان كام؟ نص ملي ريلاتيف لي سن عشان حصل لها شد في نهايه الفيز من 2 ل 3 ملي. بعد كده ايه؟ تشينجز. بص كده هتطلع منها اربع اسماء. اول حاجه الام بي سي لما هيحصل له ايه؟ رقم 2 الكونكتيف تيشو. رقم 3 الجلاند. 4 البلاد فيزلز. دايما التغيرات بتشمل الاربع حاجات دول. التغيرات بتشمل اربع حاجات. بالنسبه للمخاوف دي كنت مش اخبار ايه الجلاد والبروكسيس. انت برقم واحد عندك التغيرات مكتوب عندك اندومتريال تشينجز. تاخد رقم واحد ايه؟ سيل بصفه عامه سواء كانت ابيسيليوم او كونكتيف او جلاند او بلاد فيزل هيحصل لها ايه؟ اهو بروليفريت تتكاثر عشان تعمل ريكونستيتيوت الاندومتريوم اللي حصل له لوس في المنستريشن. وده انكلود اربع حاجات. مكتوب عندكم رقم واحد ايه؟ جلاندو ده رقم اثنين. كونكتيف رقم ثلاثه. زود عليهم مين كمان؟ اللي بيسيب. انا دلوقتي بقرا الاكشنز اللي مكتوب عندك في الكتاب.
مكتوب عندك عنوان كده endometrial changes، وكتب رقم واحد سيل بروليفيريت. كلمة سيل ده عايز على مين؟ أي خلية سواء كانت هنا أو هنا أو هنا أو هنا هيحصلها إيه؟ بالاسم الفيز بروليفيريت هتتكاثر عشان تعمل إيه؟ ريكونستيتيوت الجزء اللي وقع. طب إيه اللي وقع؟ هما الأربعة دول الميسيليوم كونكت جلاند وبطل. فهمت؟ إيه معايا رقم اتنين؟ إيه رقم اتنين؟ The endometrium become covered by اهو اللي بيصير رجع تاني اهو شفت بقى covered by simple glandular epithelium. ايه ده رقم 3 ذا جلاند هتبقى ايه ستريت ونارو. انت لسه بتبني البيت ما هتروحش هتحط سكريشن فبعملها تكون ستريت اند نارو نارو اليومي لايند بايه احنا قلنا بدل الحسابات simple glandular epithelium نفس الكلام بتاع السطح شويه فوق سيلي ريدلي سيلي وذا جلاند بيكم تمام مفيش مشكله فيها ار اي ار فيها جولجي اشمعنى بتجهز نفسها للمرحله الجايه انت تعمل سكريشن الحمد لله الحمد لله تمام بص شويه بعد كده اقول ايه بلوك فيزيكس يا جماعه تعمل بلوك فيزيكس خلي بالك دلوقتي انت بتبني بيت صح البيت ده هيكون مثلا ثلاث ادوار لما تيجي توصل له السباكه مش هلحق في الفتره دي اوصل له السباكه لحد الدور الثالث داخلك هتوصله لحد هنا بس لو عندك نقطه في الاثنين النقطه الخامسه السبايرال بلاد فيزلز بتوصل لحد الايه اللي انتوا عندكم ايه تو سيل بس فاهمه مش هو بنى وصل كام ملي ثلاثه هيبقى بعد كده يمد الخطوط هيمد مين السبايرال في اخر نص الحته دي بس نقول تاني ليه تشينجز عشان صعبه ليه تشينجز هتحط في دماغك كام حاجه 4.1 ايبيثيليوم كونكتيف جلاند بلاد فيزلز كلهم على بعضهم بيحصلهم ايه؟ بروليفيريت عشان يجددوا الجزء اللي وقع الايبيثيليوم هيرجع هيبقى سيمبل كولامنر كونكتيف خلاص هو رجع مش هتكلم عنه الجلاند هترجع الاول هتبقى نارو وستريت يعني عامله كده وبدأت يبقى الخلايا بتاعتها فيها ار اي ار وبولج كومبلكس وايه؟ سكريتور جانيولز اهي قربت تبقى سكريتور بس لسه انت خلاص بنيت 3 مللي السبايرال بلاد فيزلز داخلها قد ايه؟ التلتين فقط هتقعد نقطه رقم 5 ذا سبايرال بلاد فيزلز اكستند اباوت تو سيرد اوف ذا سيكنس اوف ذا انتوميتريوم تمام كده؟ تيجي بقى المرحله الثانيه اسمها ايه؟ سكريتوري تبدا في اليوم الكامل ده هيحصل فيه اوفيوليشن تبدا في اليوم الكامل 28 كده كام يوم؟ 14 يوم يبقى كده المده 14 يوم لان هي بتبدا في اليوم 14 اللي حصل فيه اوفيوليشن لحد يوم 28 ايه الهرمون المسؤول عنها؟ بروجسترون بيطلع منين؟ كوربس ليوتيم يبقى الخلايا بتاعته اسمها جرانيولوزا ليوتين هنا كان اسمها جرانيولوزا بس بروجسترون مشكلتها ايه؟ زود الوزن ليه؟ عشان الميه
الاسطوانه ده بيسحب الميه فبيعمل اديمه في المكان ده اول تاني سيبه صوت الجامد بسبب الاديمه والسكريش لو صبح كده على مين مش هجيب ست الابسينيوم تاني ولا ست الكونكت بتشكاسكي اجيب ست مين الجلان اول حاجه هتبدا تصنع جلايكوجين طبعا دول رقم واحد سكريت اكيومونيت جلايكوجين لا جلايكوجين كتر جوه الخلايا دي بتاعت الفريزو مع شويه بروتينات اسمه جلايكوبروتين يوم يخلي اليومن ايه يوسع دايليت في اكتر واكتر تبقى سبايرال تبقى كويل بترشص واحد واثنين وثلاثه بيتكلم عن الجلاند تاني اول حاجه الجلاند هتعمل ايه تصنع جلايكوجين كربوهيدرات يدي طاقه بعد شويه تحط عليه بروتين بس اسمه ايه سكريت البروتين وتفرزه في اليومن عشان كده الدهون اصبح دايليت بعد كده يعمل تعمل ايه يبقى ترشص تبقى كويل عشان الجلايكوجين يصير في سيري لسه مين في التشينجز البلوت فيزنس اخبارها ايه وصلت الدور الاخير خلاص كده الحمد لله طبعا دي النقطه الاخيره السبايرال بلوت فيزنس اصبحت مور كويل مور ترشص اكستند الونج ذا سيكس اوف ذا اندوميتريوم يعني بس فهمت ولا ايه؟ رابعه تاني ماشيين بالترتيب اهو الكومنت مش هتكلم عنهم تاني عشان خلاص هما اتبنوا الكومنت على الجلاند والبلاد فيزلز الجلاند واحد اثنين وثلاثه عندك البلاد فيزلز كانت واصله لحد الدور الايه؟ اهو تلتين بس تكمل بقى مش كده بس تبقى مور كويل مور ترش بس كتيره يعني واصله لحد الاخر فهمت ولا ايه؟ المرحله الثالثه اسمها ايه؟ منستمال فيز بركز في الامتحان هو عايز الفيز ولا عايز السايكل؟ الفيز اللي هي اللي بتبقى عندك دي اول حاجه برضه الديوريشن كام يوم؟ من 3 ل 7 ايام لاحظ دي الوحيده اللي كتب فيها رينج على فكره ليه؟ دي 10 ايام دخلت في 12 6 مش هتعرف دي 14 كانت 10 6 مش هتعرف لكن الست هتعرف دي ومنها تبدا تروح للدكتور ولا ما تروحش فلازم يعمل لك رينج من 3 ل 7 ايام اقل من 3 يبقى مرض تروح للدكتور اكتر من 7 يبقى مرض تروح للدكتور لكن من 3 ل 7 يبقى كده نورمال يبقى الديوريشن هنا افتكرنا فيها رينج عشان هي مانيفست على الست بس تكون عارفه يبقى الديوريشن كام يوم؟ من 3 ل 7 ايام الهرمون حد رد عليا هنا كان ايه؟ هنا كان ايه؟ امال هنا ايه؟ لا ده ولا ده ناقص نو استروجين نو بروجسترون ويحكي لك القصه من اولها يقول لك ايه ده ليه ردت وانك ايه ات كوينسايد ويز ستوبج اوف كوربس لوتينيوم فانكشن كوربس لوتينيوم مات بطل يشتغل اشمعنى كان عمره الافتراضي من 10 ل 12 يوم من الاوفيوليشن وما حصلش فيرتلايزيشن الاوسايت فالليفل بتاع الاستروجين بروجسترون ما وقعش شكل يا جماعه مثلا واحده رايحه تحج والمنسترو سايكل هتيجي عليها في فتره الحج نقوم نعمل ايه؟ نديها اسمه جسترون ساعتها مش هيقع فهمنا يا جماعه؟ يعني لو انت اديتها في الفتره دي استروجين وبروجسترون مش هيقع وهيفضل زي ما هو ماشي كده 5 مللي 5 مللي 5 مللي يوم ما تبطل الحبوب يوم ما ايه؟ يقع اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يقول ايه هو وقع؟ ليه حصل منسترو فيز؟ مفيش استروجين ولا بروجسترون في استروجين بيبني في بروجسترون بيطلع سكريشن مفيش اثنين هيحصل له ايه؟ دروب فاكرين الكلام ده؟ كان في عيال قديم قوي ايام ما كانت وزاره الصحه والسكان كانت عامله مشكلتها الزياده السكانيه مش حضرتك الفتره دي كان يجي لك موضوع التعبير بتكلم على المشكله السكانيه يجي لك في اي حته على المشكله السكانيه كان بقى بيطلع عندي ايه؟ اوعى يا شاب بقى تنسى الحبه ليه بقى؟ ما هي لازم تاخد كل يوم عشان يبقى في استروجين وبروجسترون لو نسيت الحبه مين اللي هياخد باله؟ الاف اس اتش هيطلع الفوليكلز هيعمل اوفر مش كده يقول حتى لو انت هي نسيتها تاخدها تاني يوم مش هتلحق على نفسها وهي وظروفها لو انت ما خدتش حكم الحمل وهي حامل حصل لها حاجه؟ لا اكيد ايه؟ البلاسينتا والكوربس لوتيريم بتطلع استروجين فبيكون مضاعف عشان كده بقول لها حتى لو انت نسيت الحبه خدي برضه حكم الحمل مفيش مشكله طلعت حامل مفيش مشكله قدر يمنع خلاص اتفهمت بس الحته دي انا يهمني يا جماعه في المينستر والفيز كلمه واحده
No estrogen, no progesterone. It changes. فلا يكون نتكلم عنه. فقط. مش هديك سيرة الدور خالص. هو البلاد فيزن هو اللي هيعمل كل حاجة. يبقى خد بالك واحد واثنين وثلاثة دي بلاد فيزن. بصوا معايا كده. بصوا معايا سبورة. مش البروجسترون عمل إديمة. مفيش البروجسترون. أخبار إديمة إيه؟ راحت. يحصل إيه الاستروس ده؟ تتقفل. يحصل استيمة في الحتة دي كده الحتة دي ماتت. فقط. طب البيزالس ماتت؟ لا عشان جاي لها أرتر تاني. تاني الناس اللي بتتكلم تركز معايا. ليه هو سبايرا؟ ليه هو سوستا كده؟ عشان في هنا إديمة. سبحان الله ربنا ربنا عمل إديمة. سحبها سريع. عبارة عن شوية مية. يا دوب البروجسترون وقع يا دوب المية إيه؟ خرجت. فدي أخبارها إيه؟ كش عملت في السوستا دي قفلتها. فهمت؟ كده مطلع لك ايه؟ contraction of the spiral artery. كلمة contraction معناها ايه؟ اتقفل عشان تفهموها. فيعمل decrease في البلاد فلو يعمل اسكيميا. يعمل necrosis في البلاد فيزلز. والجزء اللي رايح يغذيه برضه في stratum functionalis. يحصل البيتنج وديتاتشمنت. وكده يبقى احنا وصلنا كام؟ اهو sickness نص ملي اهو. sickness اهو نص ملي. واصبح جاهز ان هو يبني من اول وجديد. تمام كده؟ في عندنا ان في كده مهمه عباره عن ايه؟ من السوبر ديسشارج. يعني الحاجه اللي بتنزل من هنا عباره عن ايه؟ عن الجزء اللي وقع اسمه ستراتم ايه؟ فانكشناليز. وبلاد طالع من ايه؟ من الراكتشر سبايرال ارتريس. الكميه بتختلف من فيميل لفيميل زي ما انا قلت حتى في نفس الفيميل حسب الوقت. وعايزين نفهم ليه؟ عارفين ليه يا جماعه؟ مين متحكم في القصه دي كلها؟ هايبو سالامس. ده له علاقه بالسيكولوجي بتاع السيت. هو ده اللي بيأثر على الدنيا دي كلها. نقرا كده الصفحه. اسمع الكلام ده انا الاميره دي الاوسايت الزونابيليوسيتا
واول صف اسمه كورونا رجيل اللي هو التاج بتاعها. لكن بقيه الفوليكلز فضلت فين؟ في الاوفر. عشان تبقى حاجه اسمها ايه؟ كوربس بروتين. دي قاعده كده في الامبولا الفولوبيال تيوب بتفضل منتظره لمده 24 48 ساعه. مين اللي بيغذاها في الفتره دي؟ الفالوبيان تيوب. بيجي السبيرم، ادي السبيرم اهو، طبعا فاكرين الهيد. اوكي، هنا حاجه هنا اسمها اكروسوم. الاكروسوم هتبدا تعمل بنتريشن في الكورونا رادياتي. الكورونا ده دي اول ما بيحصلها بنتريشن بيحصل فيها كهرباء. اشمعنى؟ حد يعرف؟ عشان تمنع دخول اي سبيرم اخر. كده خلاص الموضوع خلص. مفيش. يعني حتى يعني ان ممكن اثنين سبيرم يدخلوا في نفس اللحظه في نفس الثانيه، طبعا ما حصلت لحد دلوقتي. هو وان سبيرم، اونلي وان سبيرم هيعمل بنتريشن للكورونا رادياتا عن طريق الديل بتاعه يزق من جوه. اونلي ذا نيوكليوس فقط. وبعد ده كله يقفل. ومين اللي دخل هنا؟ النيوكليوس. وكان على فكره خدناه في الميل، فكان كنت بقول لكم ان السبيرم يكون السيتوبلازم بتاعه قليل عشان يبقى وزنه خفيف. هيعمل ايه السيتوبلازم؟ كده هو مش محتاج، كل اللي هيدخل النيوكليوس فقط. اول ما النيوكليوس تدخل تعمل استيميشن للاميره عشان تكمل السكند مايوزيس. تديني ايه؟ هتعرف؟ اوفم. يبقى الوايده الحقيقيه اللي هي واحد ان واحد سي. حتى احيانا بيسموها ماتيور اوفم. ودين ايه؟ وسميه حتى سكند ولربط. ده هيموت ما يكملش، ودي بسرعه تتحد مع النيوكليوس اوف ذا سبيرم اللي هي واحد ان واحد سي، تديني خليه اسمها ايه؟ زيجوت. ازاي بدات يتحرك؟ فاكرين الفالوبيان تيوب بمساعده مين؟ السيليا ومصلحات نوصل فين؟ اليوترس. يقعد في اليوترس من يومين لثلاث ايام لحد ما يزرع نفسه يعمل امبلانت. حتى عارف في خلال المده دي مين بيغذيه؟ الترين جلاند اللي مليانه سكريشن بمساعده هرمون اسمه ايه؟ ده من اهم في الحمل. الاستروجين مهم جدا عشان هو بيعمل سكريشن. حلو كده؟ ازاي كنت هينقسم ميتوزس بقى؟ يبقى كام خليه؟ 2 4 8 16 32 حته لحمه كده، شويه خلايا. حد عارف اسمها ايه بالانجليزي؟ راف موريولا. اسمها بالعربي ايه؟ الكتله التوتيه. شبه التوته كده. الكتله التوتيه. يبدا يظهر جواها تجويف. لما يكون في عندي خلايا جواها تجويف بسميها سيست. فكره السيست؟ تجويف فيصله اسمها بلاستوسيست. والخلايا اسمها بلاستومير. تبدا البلاستومير كده كان دخلوا الامبريولوجي، المفروض تاخده في الامبريولوجي. مش هتسيبني في الاستروجي خالص. بس احنا دلوقتي نسمع الكلام بس يعني احنا قلنا حاجه. الخلايا بقى بتترتب كده، بصوا في خلايا عامله كده. خلايا دي شباب اسمها تروفو بلاست. فايبر بلاست يعني ايه؟ خدناها في فايبر بلاست. معناها مكونة. الوحشة اسمها ايه؟ تروفو يعني ايه؟ غذاء. فدي هتكون المشيمة هتغذى. وعندي هنا شوية خلايا عاملة كده بسميها انر سيل ماس، دي اللي هتكون مين؟ برافو الامبريو. وفي الأول بتبقى عبارة عن طبقتين. الطبقة اللي فوق اسمها ايه؟ اكتوديرم، واللي تحت اسمها اندوديرم. كده عندي تفوفين يا جماعة فاكرهم؟ اللي هو واحد اسمه امنيوتك فيليو وواحد اسمه يوك ساك. طب هو كاتبه هنا بس مش كان لازم نكتبه، ما لناش دعوه، امال تمام ولا فين؟ ده امبريولوجي. انا هقرا كلام في الكتاب، لسه كلام في الكتاب، انا رايح الحصه الجايه، مش عارف تكون انت فاهم. تاني لما السبيرم دخل هنا واتحد عمال يحط ليه اسمها ايه؟ زي البوست. دي بتتزق بالسيليا والبصل. وهي بتتزق بدها تنقسم ايه؟ ميتوزس. تبقى اثنين تبقى اربعه تبقى كمان تبقى 16 حاجه عملت في اللحمه اسمها الكتله التوتيه مرمى. بدا الخلايا ترتب نفسها تعمل تجويف اسمه ايه؟ بدأت الخلايا ترتب نفسها في حتتين. خلايا هنا في البريفري عندها القدره تعمل امبلانت اسمها الخلايا دي وتروفوبلاست. دي مهمه قوي الحصه الجايه، دي اللي بتكون البلاسينتا. وخلايا مش هتجيب سيرتها تاني. بتكون الامبريو اسمها انر سيل ماس. اكتوديرم واندوديرم واحد شويه يدخل ما بينهم ميزوديرم. معايا يا جماعه؟ ماشي يا جماعه.